وصريح مع حضراتكم ان اتحاد كره القدم او القرار بتاع اتحاد كره القدم خرج ردا على بيان النادي الاهلي ومطالبات مسؤولي النادي الاهلي اللي بيعرفوا كويس جدا 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 يحموا لاعبته، ولكن بما لا يعرض كره القدم المصريه للمخاطر. خلي بال حضرتك اللي بيحصل ده غريب، لان بيان النادي الاهلي اللي كان صادر طلب ردا عاجلا، ردا عاجلا بما وجد ان لجوء الشيبي للقضاء امر مخالف للوائح الاتحادين المصري والدولي، خصوصا بعدما تم ايقاف حسين الشحات مبارتين وتم تغريمه 20,000. ده عقوبه اتحاد كره القدم، فضلا عن قيام النادي الاهلي بتوقيع عقوبه ماليه اخرى على اللاعب، وتم خصم مبلغ كبير نص مليون جنيه، كان 200 او 250 اعتقد ساعتها. كابتن سيد ده السقف بتاعه، لما راحت لكابتن خطيب الكابتن خطيب حط نص مليون جنيه. بعد كده افاجئ ان انا وانا قاعد في البيت يجي لي استدعى لنيابه القاهره الجديده للتحقيق في هذه الواقعه تحديدا. هو حضرتك ما تعرفش ان اللي حصل ده مخالفه للوائح الاتحادين المصري والدولي؟ طيب ليه كده؟ ليه بقول الكلام ده؟ لانه لوائح الاتحاد المصري والدولي لا تسمح للانديه والمسؤولين وعناصر اللعب اللجوء لاي من المحاكم المدنيه او الاداريه لحل نزاع رياضي يتعلق بكره القدم. حرام عليك يا كابتن شيبي، يعني حاجات غريبه. خد حقك طبعا، لو انت شايف ان ده انت كده ما خدتش حقك انت حر، مفيش مشكله خالص، ولكن خد حقك عن طريق القنوات الشرعيه الرياضيه. وبناء على كل الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم، تم تحويل الكابتن محمد الشيبي الى لجنه الانضباط لاتخاذ الاجراء المناسب بسبب لجوءه الى القضاء الاداري. وعايز اقول لحضراتكم حاجه،